السلام عليكم. ربما يكون عنوان الحلقة غريبا، ولكن لشخص لم يعيش في زماننا. تأليه المرأة هو مبدأ تدندن حوله النسوية ودعاتها، أما تأليه الرجل فتلك ظاهرة جديدة تنمو طحالبها في مستنقع مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من يدعم هذه التوجهات ويقف معها لأسباب متنوعة. سأبدأ بما هو مجهول ربما للبعض. من يؤله الرجل؟ وما المقصود بهذا المفهوم؟ ومن هم دعاته؟ وهل يختلف إعطاء الرجل حقه عن إيصاله لدرجة التأليه؟ وهل يمكن وضع المرأة في موضع الاستقلالية دون حاجتها للرجل؟ هذا ما أود التوقف عنده اليوم. ظهرت هذه الأيام على قنوات فضائية كبرى وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي نساء يوجهن رسالتهن للنساء حول طريقة التعامل مع الرجال، ويصفن الرجل بطريقة لا تليق بالإنسانية المرأة وفيها انتقاص لا يقبل الشرع ولا العرف، كما يصفن الرجل بالفرعون والمرأة بأوصاف مشينة كالخادمة وغير ذلك. ويتم مطالبة المرأة بهذه المقاطع والحلقات بأن تتصرف بأسلوب ذليل يعاكس مفهوم المرأة المسلمة الحرة الكريمة، وبطريقة فيها مبالغة وتنفير وإفساد. على النقيض من ذلك، تجد دعاة النسوية وقد أصبحت معروفة ومعروف داعميها، فهي خاصة المتطرفون منها يؤلهون المرأة ويصورونها على أنها مستغنية عن الرجل غنى كامل، فهو لا يكملها ولا يمكن أن يقدم لها أي شيء ولا يمكن أن يطلب منها شيء، فهي قوية بنفسها متفردة لا سلطة لأحد عليها، وهي كامل المجتمع لا نصفه، بل ربما تكون مجتمع ونصف، والرجل مجرد إنسان متسلط يجب التغلب عليه إلا إذا كان صاحب العمل فطاعته واجبة، أما إذا كان زوجا أو أبا أو أخا فاعترضي وأخرج المارد الذي بداخلك، وضع الواجب والحب والعرف جانبا، فأنت في وجهة نظرهم كل شيء والرجل لا شيء، بل هو بحاجة ماسة إليك وسيأتيك مكسورا فافعلي ما يحلو لك. نشهد هذا التطرف والمبالغة في أسلوب التفكير في علاقة الرجل والمرأة ربما بسبب رغبة دعاته لأن يكونوا ركاب موجة ترند ما أو مشاهير في عصر السوشيال ميديا، فكثيرون يهتمون بكل ما هو غريب وشاذ وغير مألوف، يهتمون به إنكارا وتعليقا أو يهتمون إعجابا، لأن القلوب المريضة تتلقف الخبث كالذباب، يحط على الروائح الكريهة فينتعش ويقاتل من أجل ذلك. فالانحراف الشديد يتسبب للمنحرف برغبته في المواجهة لأجل مبادئ مريضة لأن عقله تعلق بها وقلبه تورط معها، فتراها قضيتهم الشاغلة ويؤسسون لأجل تأليه الرجل أو تأليه المرأة جمعيات ومنظمات وتيارات وحملات لدعم هذه الأفكار التي وجب على كل مصلح وعاقل التحذير منها، في حين أن الإسلام قد جاء بما هو عدل وحكيم ولمصلحة الطرفين ونظم العلاقة بين الجنسين، فكلاهما مكرم والمرأة شريكة للرجل في الحياة، فديننا يشجع على الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، وبنفس الوقت يعطي الرجل حقوقه وقوامته، ولكل من الطرفين حقوق مبنية على العدل والإحسان، ومن يتجاوز في حق الآخر يكون مخطئ مدان وقد خالف الحق، وتكون الملام عليه لا على تعاليم الدين، وإن كان رجلا تظهر عليه علامات الالتزام فهذا ليس كافيا، بل الامتثال لأمر الله تعالى ذلك أوجب، لأن الرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. ووجود الضوابط في علاقة الطرفين والخصوصية في الحقوق لكل طرف على الآخر إنما ينبع عن عدالة وحكمة مطلقة بالغة، وهي لتنظيم البيت المسلم كي لا تتحكم الأهواء في ظلم الأطراف لبعضها البعض. فنظرة الإسلام لكلا الطرفين إيجابية ومتوازنة تهدف للوصول لحياة آمنة ومستقرة وعادلة للجميع، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل ويلهمنا الحكمة ويقينا وعوائلنا ومجتمعاتنا وإياكم شر الفساد والمفسدين والفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يشجعني وكل من يساهم بهذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.